بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 143. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، لا نحصي ثناء عليه، وكما أثنى على نفسه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتحدث إليكم عن موضوع المواريث، ونخص في هذه الحلقة التحدث عن ميراث الزوجة المطلقة، إذ من المعلوم أن عقد الزوجية هو مما جعله الله سببا من أسباب الإرث، حيث يقول جل شأنه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. فما دام عقد الزوجية باقيا فالإرث باق، ما لم يكن هناك مانع من موانع الإرث. وإذا حل عقد الزوجية بالطلاق حلا كاملا، وهو ما يسمى بالطلاق البائن، فإنه ينتفي الإرث، لأنه إذا عدم السبب عدم المسبب. إلا أنها قد تكون هناك ملابسات حول الطلاق تجعله لا يمنع الإرث، كما أنه إذا لم يحل عقد النكاح بالطلاق حلا كاملا فإن التوارث بين الزوجين لا ينتفي ما دامت الزوجة في العدة، وهو ما يسمى بالطلاق الرجعي. ولهذا يعقد الفقهاء رحمهم الله بابا يسمونه باب ميراث المطلقة. فالمطلقات إجمالا ثلاثة أنواع: النوع الأول المطلقة الرجعية، سواء حصل طلاقها في حال صحة المطلق أو مرضه. النوع الثاني المطلقة طلاقا بائنا، وقد حصل طلاقها في حال صحة المطلق. النوع الثالث المطلقة البائن، التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق. المطلقة الرجعية ترث بالإجماع إذا مات المطلق وهي في العدة، لأنها زوجة لها ما للزوجات ما دامت في العدة. والمطلقة البائن في حال الصحة لا ترث بالإجماع لانقطاع صلة الزوجية من غير تهمة تلحق الزوج. وكذا إذا حصل هذا الطلاق في مرض الزوج غير المخوف فإنها لا ترث. والمطلقة البائن في مرض الزوج المخوف وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث لا ترث أيضا. والمطلقة البائن في مرض الموت المخوف إذا كان الزوج متهما فيه بقصد حرمان الزوجة من الميراث فيه أربعة أقوال للعلماء. القول الأول أنها لا ترث مطلقا، لأنه طلاق بائن قبل موته فانقطع إرثها منه كالطلاق في حال الصحة وعدم التهمة. القول الثاني أنها ترث إذا مات مطلقها وهي في العدة، ولا ترث إذا توفي بعد خروجها من العدة، لأن العدة بعض أحكام الزوجية، فإذا انتهت انتهت علاقات الزوجية. القول الثالث أنها ترث سواء توفي المطلق وهي في العدة أو توفي بعد خروجها من العدة ما لم تتزوج بآخر أو ترتد عن الدين، لأن سبب توريثها فراره من ميراثها في هذه الحالة، وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة معاملة له بنقيض قصده. القول الرابع أنها ترث مطلقا، توفي وهي في العدة أو بعدها، تزوجت أو لم تتزوج. ولعل الراجح من هذه الأقوال هو القول بتوريثها في العدة وبعد العدة ما لم تتزوج بغيره، لأن سبب توريثها مستمر
فإذا تزوجت بغيره فقد دخلت في عصمة رجل آخر، والمرأة لا ترث من زوجين، الزوج الأول والزوج الجديد. والدليل على توريث المطلقة طلاقا بائنا يتهم فيه الزوج أن عثمان رضي الله عنه قضى بتوريث زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقد طلقها في مرض موته فبتها، واشتهر هذا القضاء بين الصحابة ولم ينكر مع قاعدة سد الذرائع، لأن هذا المطلق قصد قصدا فاسدا في الميراث فعومل بنقيض قصده، وهذا المعنى لا ينحصر في زمن العدة حتى يقصر التوريث على زمن العدة، والله أعلم. ويتوارث الزوجان بعقد النكاح إذا مات أحدهما قبل الدخول والخلوة لعموم الآية الكريمة، وهي قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم الآية، لأن علاقة الزوجية علاقة وثيقة وشريفة يترتب عليها أحكام وتنبني عليها مصالح عظيمة، فجعل الله لكل منهما نصيبا مما للآخر إذا مات كما جعل لأقربائه. وهذا مما يؤكد على الزوجين أن ينظر كل منهما إلى الآخر نظرة احترام وتوقير، وهذه هي أحكام الإسلام كلها خير وبركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه ويميتنا عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.